جولة في كتاب مع أميرة الفاضل. مرحبا. إذا عندك أهداف في الحياة نفسك تحققها، أكيد بتخطط. ما نقدر نعيش في الحياة بشكل عشوائي. اليوم حكلمكم عن 5 قواعد من أصل 12 قاعدة للحياة. أولها لغة الجسد. لغة جسدك تحدد من أنت، عشان كذا اعتبرها جوردن بيترسون أول قاعدة حياتية. الشخص اللي يمشي وظهره محني وراسه للأسفل يعطي انطباع أنه شخص منطوي وبسيط، يعني ما له أهمية كبيرة، وبالتأكيد ليس قائد، على عكس الشخص اللي يقف بظهر مستقيم وأكتاف للخلف. هذا يوصل رسالة أنه شخص صلب مهم وقادر على مواجهة الأمور الحياتية، وهذه صفات القائد. القاعدة الثانية، اهتم بنفسك كما تهتم بشخص عزيز عليك. وهنا ما يقصد الأمور اللي تخليك سعيد، يقصد الأمور اللي تكون مفيدة لك، ولو سويتها حتكون حياتك أفضل في المستقبل. مثلاً أم عاملة وعندها طفلين، مع كثرة المسؤوليات اللي عندها داخل البيت وخارجه ما تلاقي وقت تمارس الرياضة أو المشي، وممكن كمان تشوف أنه هذه رفاهية وتضييع وقت، وأنه عائلتها أحق. هذه الأم بعد سنوات قليلة عانت من الهشاشة وآلام الظهر والمفاصل، وأصبحت تحتاج للي يهتم فيها، ويمكن تشعر أنها صارت عبء على من تحبهم. القاعدة الثالثة، اختار أصحابك صح. المثل يقول أنه النجاح يجر النجاح، فتعرف على الناجحين ليسهل عليك تحقيق النجاح. لا تعتقد أنه تفكير أصحابك ونمط حياتهم ما يأثر فيك. ركز في سلوكيات صديقك. تخيل أنه يكون زوج لأختك مثلا، إذا عقلك رفض الفكرة وكان السبب أنه عنده سلوكيات لا ترضاها، فهذا يعني أنه لا يصلح أن يكون صديقا لك. القاعدة الرابعة، قارن نفسك بنفسك لا بالآخرين. المقارنة مع الآخرين دائما خاسرة، لأنه مهما بلغت إنجازاتك بيكون في شخص أفضل منك. عشان كذا قارن نفسك بنفسك، يعني ما كنت عليه في السابق وما أصبحت عليه الآن. لو أنت شخص ما كملت دراستك وفضلت أنك تشتغل، وبعد فترة قررت تطور من نفسك إما بإكمال تعليمك أو بالدورات، إذن أنت الآن نسخة أفضل من نفسك. القاعدة الخامسة والأخيرة لليوم، ابحث عن ما له معنى وليس عن ما يشبع رغباتك. أخر المتعة وساوم على المستقبل. المتعة الحياتية مغرية، لكنها تنتهي بسرعة وتبدأ تفكر في غيرها. لا تخلي رغباتك تسيطر عليك، وفكر في عواقب كل رغبة. تذكر أن الهبوط أسهل من الإقلاع. كنت معاكم أنا أميرة الفاضل، ومقتطفات من كتاب 12 قاعدة للحياة. مع السلامة.